أما هذا السؤال وهو إقدام الناس على شراء الفوانيس في شهر رمضان المبارك، فهذه الفوانيس حسب ما هو منتشر من أنها من عادات الدولة الفاطمية العبيدية التي كانت بمصر، وأنهم استقبلوا الخليفة الفاطمي بهذه الفوانيس في شهر رمضان. إن كان هذا المذكور من أن هذه الفوانيس التي تشترى في رمضان لها امتداد بما في عصر الفاطميين، فإن هذا ولا شك من الخطورة مكان. لما؟ لأن في هذا إحياء لعادات فعلها من فعلها غلاة الرافضة الذين هم ملاحدة، وفتكوا بالمسلمين فتكا عظيما. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: هؤلاء العبيديون الفاطميون في مصر هم بنو عبيد، كانوا ملاحدة، عاضدوا أهل البدع. ولهذا قال: في زمنهم تضعضع الإسلام تضعضعا كبيرا، فدخلت النصارى الشام فاستولت على أكثرها بسببهم، وبقوا في مصر نحو 200 سنة، وغلبوا على نصف مملكة الإسلام، وليسوا من ولد فاطمة، بل إنهم من المجوس، وقيل إنهم من اليهود، وهم من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انتسبت إليهم طوائف المتفلسفة كابن سينا وغيره، وقتلوا علماء المسلمين، وكانوا ينادون بمصر بالبدع، وكان الساكن في مصر يخاف أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ليقتل. وكانوا ينادون أن من سب أو لعن الصحابة فله دينار ومكيال من الطعام. بل قال ابن كثير رحمه الله في البداية: إن العبيديين الفاطميين لما استولوا على دمشق سمع الفاطمي العبيدي رجلا يقول: لو كان لي 10 أسهم لرميت ب9 أسهم في الفاطميين وب1 في الروم، يعني في النصارى. فلما سمعه أحضر أمامه وسلخ جلده وهو حي، حتى سلخ هذا الجلد وحشي من التبن وهو يتألم ويتعذب، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية. بل قال ابن كثير في البداية: إن الحاكم في مصر كان أهل مصر يقومون تعظيما له ويسجدون له لأنه كان يكرههم. فإن كانت هذه الفوانيس هي مربوطة بذلك فهذا خطأ عظيم، أن يتشبه المسلمون بأولئك الفاطميين أو يحيوا شعائر هؤلاء الفاطميين الملاحدة. فإن قيل تنزلا ليست مربوطة بما كان عليه الفاطميون، فنقول: نص علماء المسلمين كالنووي رحمه الله في المجموع قال: ومن البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة في ليال معروفة من أيام السنة، فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة، منها مضاهات المجوس في الاعتناء بالنار والإكثار منها، ومنها ما فيه إضاعة للمال في غير وجه. ثم تنزلا: لو لم تكن عظيمة وكثيرة هذه الفوانيس وهذه القناديل، فإن بها من بذل المال ما لا يليق بعاق أن يفعله. والمسلم رعاكم الله يفرح بقدوم رمضان، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يستغل هذا الشهر فيما يرضي الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر من أجل ماذا؟ من أجل فعل الطاعات، وكان يذكر لهم مزايا هذا الشهر. ورحم الله السلف كيف كانوا يستقبلون رمضان، كانوا يستقبلونه بالطاعات. ولا يؤمن في مستقبل الأمر أن تكثر هذه الفوانيس وأن تنتشر في طرقات المسلمين وفي مساجدهم ويكون لها ارتباط عظيم بعبادة أو بعبادات في هذا الشهر. والموفق حقيقة هو من فرح بقدوم هذا الشهر إذ أدركه وهو حريص على أن يري الله من نفسه خيرا، فهو شهر الصيام، شهر القرآن، شهر العبادة، ليس شهر فوانيس ولا شهر قناديل ولا شهر لعب ولا لهو. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد.